حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه الساعة الإخبارية المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأ بأبرز العناوين. العثور على جثة المعارض اللبناني لقمان سليم مقتولا في سيارته بالنبطية جنوب لبنان. محكمة بلجيكية تنطق اليوم بحكمها على الإيراني أسد الله أسدي المتهم بمحاولة تفجير في باريس. والأطراف الليبية تبحث في جنيف قوائم السلطة التنفيذية وتناقش في سرد خروج المرتزقة. إجراءات احترازية جديدة في السعودية والكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا. ومشاهدينا، سنبدأ هذه الساعة الإخبارية من لبنان وبهذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل. فمراسل العربية أفاد أن قوى الأمن عثرت على جثة المعارض لحزب الله لقمان سليم في محافظة النبطية عقب اغتياله في بلدة العدوسية. وكانت شقيقة لقمان سليم قد أشارت في تغريدة على موقع تويتر إلى اختفاء شقيقها منذ نحو 6 ساعات، حيث كان عائدا من بلدة نيحة في الجنوب إلى بيروت عقب قيامه بزيارة عائلية. وهذه الصورة التي ترونها مشاهدين على الشاشة هي صورة متداولة للمقتول لقمان سليم الذي وجد في سيارته كما ذكرنا مقتولا في النبطية في جنوب لبنان. سنكون بعد قليل مشاهدينا مع تفاصيل أكثر مع مراسلنا أو مراسلتنا من لبنان وأيضا مع ضيوفنا لمعرفة المزيد. هذه الصورة نذكركم بأنها للمقتول لقمان سليم الذي وهو معارض لحزب الله، عثر عليه إذن في سيارته مقتولا في منطقة النبطية بجنوب لبنان. أخته كانت غردت على تويتر وقالت بأن شقيقها مفقود أو كان مفقود منذ 6 ساعات قبل العثور على جثته كما نرى في سيارته في منطقة النبطية. إذن مشاهدينا نذكركم بالخبر العاجل. إذن العثور على جثة المعارض لحزب الله لقمان سليم مقتولا في سيارته في محافظة النبطية عقب اغتياله في بلدة العدوسية على ما يبدو. طبعا هو من أشد المعارضين لحزب الله، وكانت شقيقته أو شقيقه تحديدا قد غرد على موقع تويتر وقال بأنه مختفي منذ 6 ساعات قبل العثور على جثته. تم العثور أيضا كما رأينا على هاتفه في أحد الحقول بعد تتبعه عن طريق خدمة الكلاود. وكما ذكرنا هو من أشد المعارضين لحزب الله. معنا الآن إذن مشاهدينا من بيروت غنوة يتيم مراسلة العربية. أهلا بك يا غنوة معنا. غنوة، ما هي تفاصيل عملية الاغتيال هذا إذا ورد أي تفاصيل عنها؟ يعني طبعا انتشرت صورة له في سيارته وقد يعني رمي بالرصاص في رأسه. بعض المعلومات تشير إلى رصاصتين. طبعا يعني هذا النبأ علمت عنه العائلة من قبل وسائل الأعلام، يعني لم يتم إخبار العائلة بشكل رسمي، ولكن سمعت عن الخبر عبر وسائل الإعلام. كانت شقيقته في المخفر تقدم بلاغ عندما عرفت بالحادثة. العائلة كانت تفتش عليه منذ ليل أمس، ولكن تأخر موضوع يعني تقديم البيان حتى هذه الساعة، لأنه بالنسبة للقوانين اللبنانية
لا يتم البحث عن أي شخص إلا بعد 12 ساعة من اختفائه. طبعا العائلة كانت يعني كان لديها الشعور بأن أمر ما سيء قد حدث، خاصة مع لأن لقمان سليم كان أحد الناشطين المعروفين، يعني المعروفين هو من أشد المعارضين لحزب الله، وليس فقط معارض لحزب الله، هو أيضا معارض شيعي. هل تلقى أي تهديدات محددة من حزب الله في الفترة الأخيرة غنوة؟ بحسب شقيقته لم يتلقى تهديدات خلال الفترة الماضية، تهديدات غير التهديدات التي كان قد تلقاها منذ مدة، يعني لم يكن هناك تهديدات جديدة. ولكن نحن نعلم أنه خلال انتفاضة تشرين عندما كان هناك ندوة تحدث فيها عن موضوع الحياد، كان قد هجم مناصرين من حزب الله وحركة أمل على الخيمة التي عقدت فيها الندوة هنا في ساحة الشهداء، ومن بعدها كان هناك هجوم في حديقة منزله الكائن في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية. كان هناك ملصقات علقت، يعني كان الشبان قد هجموا إلى داخل حديقة منزله، وأيضا كان هناك ملصقات حملت تعابير تهديد له بأنه صهيوني. طيب. يعني هذه كانت دائما عملية التخوين كانت دائما تحدث، وأيضا كان هناك عبارة المجد لكاتم الصوت، وكأن هناك دعوة إلى قتله. طيب غنوة ابقي معي، هناك بيان لتيار المستقبل، مشاهدينا نتابعه معكم في هذا العاجل. البيان يقول: اغتيال الناشط والمعارض لحزب الله لقمان سليم. تيار المستقبل يؤكد في بيانه أن اغتيال لقمان سليم هو جريمة نكرة. حذر أيضا التيار من مخاطر العودة لمسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين. طيب، إذا كان هذا رد فعل تيار المستقبل، أعود لك مرة أخرى غنوة. طيب الآن إذا ذكرت بأنه العائلة يعني علمت من الموضوع من وسائل الإعلام، وفي هذه الأثناء كانت تبلغ عن اختفائه، يعني مسلسل الاغتيالات الذي ينفذه حزب الله لمعارضيه، أعطينا فكرة عنه، متى كانت آخر اغتيال من هذا النوع؟ يعني طبعا هذه مرت مدة طويلة على موضوع الاغتيالات، عندما كان هناك موجة من الاغتيالات لقادة 14 من آذار. الملفت أن هذه الأول مرة، يعني بعد سلسلة الأحداث التي شهدناها بعد الحرب، هذه أول مرة يتم اغتيال معارض شيعي. البعض هنا في لبنان يشبه بأننا أصبحنا بوضع شبيه بالوضع في العراق، يخشى من أن تكون هذه خطوة أولى لسلسلة جديدة من الاغتيالات التي تطال الناشطين. نحن نعلم أن موضوع حزب الله قبل انتفاضة تشرين أيضا كان موضوع كأنه تابو، يعني الحديث عنه محرم، ذكر بالاسم أمين عام حزب الله حسن نصر الله بشكل شخصي أيضا كان يصعب، يعني كان من الصعب سماعه في لبنان. هذه الأمور تغيرت بعد انتفاضة تشرين، لكن يعني لقمان سليم وغيره من المعارضين الشيعة أيضا كعلي الأمين، هؤلاء كانوا من الأسماء المعروفة منذ سنوات بأنها تقوم بشكل مباشر بانتقاد حزب الله بانتقاد سياسته. لقمان سليم يعني كان دائما يقول بأن هذه التهديد والتخوين كل هذه الأمور لا تعني بأنه يكمل حياته بشكل طبيعي. لم يغادر منزله الذي ورثه عن العائلة في ضاحية بيروت الجنوبية رغم التهديدات، وأصر أيضا على قول رأيه بشكل واضح وصريح. لكن طبعا اليوم هناك خوف من عودة مسلسل الاغتيالات إلى لبنان بعد وقوع هذه الحادثة. نعم، طيب ابقي معنا غنوة. مشاهدينا معنا أيضا من بيروت الآن للتعليق على هذا الموضوع الكاتب الصحفي يوسف دياب. أهلا بك أستاذ يوسف معنا. بداية، كيف تعلقون على عملية الاغتيال هذه، ولماذا لقمان سليم في هذا التوقيت بالذات؟ صباح الخير. يعني لا شك أن معظم اللبنانيين اليوم لا يزالون تحت صدمة هذا الخبر المفجع باغتيال الباحث السياسي والزميل لقمان سليم المعروف بمواقفه الوطنية، وهذا طبعا مؤشر خطير على أن لبنان ربما مع هذا الاغتيال دخل بمنعطف جديد يذكرنا بالحالة التي عاشها لبنان في العام 2015 والسنوات التي لحقتها، وهي مرحلة الاغتيالات التي طالت كل من يناصب النظام السوري وحزب الله وغيره من القوى
السياسية في لبنان. أنا هنا لست في معرض الاتهام اليوم لأي طرف سياسي، لا لحزب الله ولا لغير حزب الله، لكن اليوم جريمة من هذا النوع أن يقتل لقمان سليم خلال زيارته لساعات قليلة للجنوب. السؤال المطروح اليوم، من كان يعرف بهذه الزيارة؟ كيف كان يراقب لقمان سليم في تحركاته؟ من الذي تعقبه؟ من الذي قتله؟ أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية بالدرجة الأولى. لكن السؤال المطروح اليوم، هل هذه الأجهزة الأمنية اليوم لديها اليد الطولة لتستطيع أن تحقق في هذه الجريمة وفي هذه النقطة الجغرافية التي وقعت فيها الجريمة؟ هذا يعيدنا بالسؤال إلى مسألة مقتل الناشط هاشم السلمان الذي قتل أمام السفارة الإيرانية بدم بارد، ومن قتله كانوا معروفين بالصوت والصورة والكل تداول صورهم، ولم يستدعى أي منهم إلى التحقيق حتى الآن رغم مرور ما يقارب 10 سنوات على الجريمة. نحن مع هذا الاغتيال المدان والبشع، نعم نقول بأن لبنان ربما دخل بمرحلة صعبة، هي مرحلة الاغتيالات التي كان يحذر منها كثيرون، والتي يتخوف كان كثيرون من أن تكون الحلول في لبنان تأتي على حساب الدماء وعلى حساب الاغتيالات لناشطين ولقيادات سياسية في لبنان، سواء كانوا من الصف الأول أو من الصف الثاني كما هو حال الزميل لقمان سليم. نعم هذه الجريمة اليوم تحمل الكثير من الاستفسارات وتحمل الكثير من التأويلات، ولكن بالدرجة الأولى مسألة مسؤولية الدولة اللبنانية إذا كان بالفعل هناك دولة أو بقايا دولة في لبنان. نعم. طب ابقى معي أستاذ يوسف. مشاهدينا، أذهب عبر الهاتف الآن إلى بيروت أيضا، معنا من هناك الكاتب الصحفي حنا صالح. أهلا بك أستاذ حنا. أستاذ حنا، كيف تعلقون على مقتل واغتيال لقمان سليم، ومن برأيك قد يكون وراء اغتياله؟ الحقيقة جريمة مروعة فاجعة أصابت لبنان اليوم. لقمان سليم أحد البارزين في دعم ثورة تشرين، أحد البارزين في نضال اللبنانيين من أجل استعادة الدولة المخطوفة، من أجل استعادة الدستور، من أجل حكم القانون، من أجل العدالة. نحن أمام طغمة متسلطة، أمام قوى مرتبطة بالخارج وصلت إلى ذروة مأزقها، فلم يعد بين يديها إلا القتل. هذه جريمة اغتيال الرأي المعارض، جريمة كبيرة جدا تتحمل الدولة بكل أجهزتها السياسية، أمنية، قضائية، المسؤولية عن كشفها والمسؤولية عن حماية حياة اللبنانيين. طيب أستاذ حنا، لماذا لقمان سليم بالذات؟ يعني بغض النظر على إلى من تتوجه أصابع الاتهام، معروف بأنه هو كان معارض شديد لحزب الله ومعارض شيعي، لماذا هو بالذات وهناك الكثير من المعارضين لحزب هو معارض الله؟ لبناني وطني، لا تقتصر المعارضة على طائفة. هم قسموا اللبنانيين طوائف، لكن في ثورة تشرين توحد لبنان من أقصاه إلى أقصاه ضد منظومة فاجرة ناهبة قاتلة، ضد منظومة مجرمة. اليوم بالذات يمر 6 أشهر على جريمة المرفأ، جريمة إبادة جماعية. هذه المنظومة تسعى لتقييد التحقيق ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها. نعم، لقمان سليم معارض لسياسة حزب الله، وكانت مواقفه دائمة أن على حزب الله وعلى القوى الملتصقة بحزب الله أن تقبل الرأي الآخر المعارض. لم يكن فاتح جبهة عسكرية، لم يكن مقاتلا عسكريا، كان معارضا بالكلمة. والخطر في الموضوع اغتيالات تطال المعارضين بالكلمة للمنحى الذي ربط لبنان بالخارج وزج لبنان في حروب إيران الكبرى في المنطقة ضد شعوبها. قبل سنتين في العام 2019، سنة ونصف تقريبا، كتب رضوان لقمان سليم بيان واضح عندما تعرض للمضايقة وللتعدي والتهديد في منزله
وهو يقيم في قلب الضاحية الجنوبية في حارة حريك، وهو يقيم في البيت العائلي وهو سليل عائلة سياسية معروفة. نعم. يومها قال أي أذى أي اعتداء يناله هو أو أسرته أو من يقيم معه أو مؤسسته إلى آخره تتحمل المسؤولية عنها قوى الأمر الواقع، وسمى بدقة حزب الله وحركة أمل، وطالب الدولة بأن تتحمل المسؤولية بتوفير الحماية. كأنه كان يعلم منذ ذلك. وهذا الكلام أستاذ حنا منذ عام 2012 ذكرت؟ 19 من العام 2019 قبل حوالي عامين. نعم كتب طيب. على كتب على جدار منزله حقك رصاصة. نعم. وهددوه بالقتل. نعم، يعني هو كان يتعرض لتهديدات من قبل حزب الله على ما يبدو، وتهديدات بالاغتيال. طيب أستاذ حنا ابقى معي، سأعود للأستاذ يوسف دياب، ما زال معنا هو من بيروت. أستاذ يوسف، يعني هل هذا مؤشر على عودة مسلسل الاغتيالات، تصفية الحسابات داخل لبنان الذي كنا شاهدناه في السنين الماضية؟ لا شك. نعم، يعني مع هذه الجريمة كما قلت لك في بداية المداخلة، هذا يدل على أن لبنان دخل في منعطف جديد. يبدو أن السلطة أو من يمسك بالقرار السياسي والعسكري في لبنان اقتنع بأنه بالمواجهة السياسية غير قادر على تغيير الواقع، غير قادر على تغيير قناعة اللبنانيين، وربما اقتنع أيضا بأن موجة الاعتراض على هذه المنظومة السياسية بدأت تكبر إلى حد كبير. لذلك بدأ بمرحلة التصفية الجسدية، وهي شبيهة كما قلت لك في مرحلة العام 2005 مع بداية ثورة الأرز التي شهدها لبنان. نعم، اليوم نحن نستطيع أن نقول أن الوضع في لبنان بات مقلقا إلى حد كبير. لبنان بات متروكا لقدره، اللبنانيون باتوا مكشوفين أمنيا بعدما كانوا مكشوفين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهم الآن تحت خط الفقر وعلى خط المجاعة. الوضع في لبنان بات مربك ومقلق. نعم. وربما يعني انا لا ابالغ اذا قلت ان لبنان بات بحاجه او اللبنانيين باتوا بحاجه الى حمايه دوليه، لان الوضع القائم بات يهدد أغلبية اللبنانيين. نعم، شكرا جزيلا لضيوفي مشاهدينا. أشكر الكاتب الصحفي يوسف دياب كان معنا من بيروت، وأشكرك أيضا أستاذ حنا صالح الكاتب الصحفي كان معنا أيضا من هناك. مشاهدينا نعود للملف الأبرز في هذه النشرة، ملف يتعلق بإيران والمحكمة الجنائية التي ستصدر أو من المقرر أن تصدر هذا اليوم في مدينة أنتورب شمال بلجيكا حكمها على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وعلى أعوانه الثلاثة المتهمين في مخطط إرهابي أحبطته أجهزة الأمن البلجيكية في نهاية يونيو 2018. نحن الآن نتابع هذه الصور وهي من محيط المحكمة في بلجيكا، وطبعا كان المخطط الإرهابي الذي نتحدث عنه وهو محور المحاكمة، وهو كان في نهاية يونيو 2018 كان يستهدف تجمعا للمعارضة في ضاحية فيليبينتي قرب باريس.
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن إدانة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا على خلفية تهم متعلقة بمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة في باريس عام 2019، قالت إن ذلك سيكون إدانة لنظام طهران بالكامل. وقد قال سينابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مقابلة مع العربية، قال أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي سيحاكم في بلجيكا على خلفية تورطه في أعمال إرهابية كان على اتصال بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لتفجير تجمع خاص بالمقاومة. فمعنى ذلك أن أسد الله أسدي كان على اتصال مباشر مع خامنئي في هذا المخطط. وأعتقد أن منطقيا أن هذا الكلام صحيح، أنه لا يمكن للنظام الملالي أن يقوم بتنفيذ خطة بهذا الحجم، وبسبب مضاعفاته وبسبب ما يمكن أن يعود إليه هذا المخطط إلا وأن يكون النظام بكامل أجنحته، يعني ما يسمى بالإصلاحيين أو المعتدلين أو غيرهم كلهم كانوا مشاركين في هذه الخطة في هذا المخطط. وقد أعلن أيضا مشاهدين المحققون في قضية أسد الله أسدي عثورهم على وثائق تثبت تورط أسدي والنظام الإيراني في التخطيط لتفجيرات وعمليات إرهابية في معظم أوروبا. بينما تبقت ساعات على محاكمة أسد الله أسدي العميل الإيراني بثوب دبلوماسي، تطفو أدلة جديدة على طاولة المحكمة في بلجيكا، أدلة تدين أسدي وبلاده بتهمة التجسس وتنفيذ أعمال إرهابية في كل أوروبا، آخرها محاولة تفجير تجمع نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بباريس في يونيو عام 2018. المحققون في قضية إرهاب أسدي عثروا على دفتر ملاحظات من 200 صفحة يتضمن نشاطات أسدي في أوروبا وزيارته لقرابة 300 مكان، كما كشفت عثورها على أجهزة اتصالات وتحديد مواقع، إضافة إلى فواتير لمصاريف وحجوزات مطاعم وفنادق أسدي ربما ليستعيد بها مكافأة نشره لإرهاب نظام بلاده في أوروبا. تورط قادة إيران وعلى رأسهم علي خامنئي في الوقوف خلف مخطط تفجير مؤتمر المعارضة أكده للعربية ريك فان روسيل المحامي عن الحق الخاص ضد أسدي ورفاقه، مؤكدا أن عدم تبرؤ إيران من أسدي يثبت إدانتها. We know that behind those four agents there is a terrorist state which cannot be tried in Belgium. There is no legal competence to try Iran as such. But in my opinion, symbolically, the fifth defendant will always remain the state of Iran. مؤتمر افتراضي عالمي سيعقد فور صدور الحكم ضد أسدي، وسينضم كبار المسؤولين في المقاومة الإيرانية مع مسؤولين ومشرعين أوروبيين وأمريكيين رفيعي المستوى لبحث تداعيات الحكم والإجراءات اللازمة اتخاذها تجاه إيران. لربما لم نكن لنشاهد صور تجمع المعارضة الإيرانية هذه لو انفجرت القنبلة التي كان يحملها أسدي نحو باريس، وما أنقذ أعضاءها كان التعاون الأمني الأوروبي المشترك الذي أوقف مخطط أذرع إيران في القارة العجوز. فاروج حسين، العربية. ومشاهدينا، قبل أن نتابع هذا الموضوع في الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل ترونه على الشاشة، وفي تعليق على اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، وزير الداخلية اللبناني يعلق ويقول ما حصل هو جريمة مروعة ومدانة. إذن وزير الداخلية اللبناني تعليقا على اغتيال لقمان سليم يقول ما حصل هو جريمة مروعة ومدانة. طبعا مشاهدينا، لقمان سليم كما كنا ذكرنا في بداية هذه النشرة كان عثر على جثته داخل سيارته في منطقة النبطية بجنوب لبنان مقتولا. عائلته كانت قد غردت، تحديدا شقيقته كانت قد غردت على تويتر وقالت بأنه مفقود منذ 6 ساعات، وقد وردهم الخبر، ورد لعائلته العثور على جثته وهي تبلغ عن اختفائه بشكل
الرسمي للسلطات اللبنانية. هو كما نعرف أنه معارض كبير ومعارض شديد لحزب الله اللبناني، وكان أيضا قد تلقى بعض التهديدات من قبل حزب الله وجهات أو جهات أخرى في عام 2019. الآن نعود إلى موضوع المحاكمة، محاكمة أسد الله أسدي في بلجيكا والمتعاونين معه. معنا الآن من بروكسل نور الدين الفريدي مراسل العربية. أهلا بك يا نور الدين معنا. نور الدين، يعني بعد ظهور هذه الأدلة والوثائق التي الجديدة التي تثبت تورط أسدي، هل بات من المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالإدانة هذا اليوم؟ فعلا بين لحظة وأخرى هنا في المحكمة الجنائية في أنتفيرب سيصدر الحكم على أسد الله أسدي وأعوانه الثلاثة أمير سعدوني ونسيمة نعامي زوجة أمير ومهردات عارفاني. طبعا الكل أو الأضواء تتجه صوب المتهم الرئيس أي أسد الله أسدي. لماذا؟ لأن هذه المحكمة أو القضاء البلجيكي سيسجل اليوم سابقة في تاريخ القضاء الأوروبي أقله في العقود الأخيرة لأول مرة يحاكم دبلوماسي إيراني حضورا في المحكمة، حتى وإن كان يعني هنا في مبنى المحكمة في أنتويرب شبحوا الحاضر هو شبحوا أسد الله أسدي في القاعة أو في أروقة المحكمة، لأن الرجل يقاطع جلسات المحكمة وهو طبعا قابع في زنزانته. الحكم التي طلبته النيابة العامة هو 20 سنة سجنا بالنسبة لأسد الله أسدي بموجب قانون الإرهاب، وهي أقصى عقوبة. في هذه اللحظات قبل الحضور أمامكم استمعت إلى رئيس المحكمة يرفض الأدلة التي دفع بها الدفاع والمتعلقة بالحصانة التي يتمتع بها أسد الله أسدي. أسد الله أسدي معتمد في سفارة الإيران في فيينا، وبالتالي حصانته بالنسبة لعدد من رجال القانون هي حصانة وظيفية لا تتجاوز حدود النمسا. تفضلي. نعم. طيب، زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي قالت بأنه النظام الإيراني برمته يحاكم في هذه المحاكمة، وأي إدانة يعني إذا كان هناك إدانة في هذه المحاكمة ستكون إدانة للنظام برمته. هل من المتوقع أن يكون هناك تبعات بعد هذه الإدانة تطال النظام الإيراني بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي مثلاً؟ نعم، من الناحية القانونية المسؤوليات التي على أساسها يحاكم المتهمون الأربعة هي مسؤوليات فردية بموجب قانون الإرهاب، ولكن في سياق المحكمة في مداولات المحكمة ورد في كل صفحة تقريبا إن لم أبالغ كثيرا ورد في طول ملف التحقيق أن أسد الله أسدي هو القائد الميداني لهذه الخلية الإرهابية المؤلفة من أربعة، وأنه يمثل الطابق دعنا نقول الثاني، بينما الجهة الرئيسة هي وزارة الاستخبارات الإيرانية والدائرة 312 التي ينتمي إليها أسد الله أسدي، وأن هذه الوزارة طبعا تابعة للمجلس الأعلى أو مجلس الأمن القومي، وربما مباشرة هي تابعة لآية الله علي خامنائي. وبالتالي المسؤولية السياسية مما لا شك فيه أنها مسؤولية النظام الإيراني. هذه المحاكمة ستقيم الدليل، لأن الاستخبارات لديها كم هائل من الأدلة سواء كان منها الرقمية وغير الرقمية. الوقت طبعا لا يسمح، ولكن إذا اكتفينا فقط بذكر أنه عندما اعتقلته السلطات الألمانية في 2 يوليو العام 2018 في ألمانيا، عثرت أجهزة الاستخبارات على أجهزة الهواتف، على الحاسوب، على كراس دون فيه أسد الله أسدي المستندات المالية والعمولات التي دفعها للعملاء الثلاثة. وبالتالي ليس هناك من مجال للشك في أن بالنسبة للمحكمة حول مسؤولية أسد الله أسدي مباشرة في المخطط الإرهابي الذي أفشلته أجهزة الأمن. شكرا جزيلا لك نور الدين الفريدي مراسل العربية، كان معنا من بروكسل. ومشاهدينا طبعا سنكون معه لاحقا لمعرفة حكم المحكمة في هذه القضية.
أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة كانت مقررة إلى كل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل. نتنياهو أرجع قرار التأجيل إلى إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة جائحة كورونا، ومن بينها إغلاق حركة الملاحة الجوية. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وبحسب الخارجية الأمريكية فقد تطرق الاتصال للتقدم الذي تم إحرازه في ملف السلام وكيفية العمل المشترك من أجل شرق أوسط أكثر سلاما، بجانب العمل ضد التهديدات الإقليمية من أجل خفض التوترات وإنهاء النزاعات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل أن نكمل معكم ما لدينا في هذه الساعة الإخبارية، نذكركم بالخبر العاجل الذي ورد في بداية النشرة، حيث عثرت قوات الأمن اللبنانية على جثة المعارض لحزب الله لقمان سليم في محافظة النبطية عقب اغتياله في بلدة العدوسية برصاصتين في الرأس. وزير الداخلية اللبناني تعليقا على اغتيال لقمان سليم أكد أن ما حصل جريمة مروعة ومدانة، فيما دعا تيار المستقبل الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية إلى كشف حقيقة اغتيال لقمان سليم، محذرا من مخاطر العودة لمسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين في لبنان. الآن مشاهدينا إلى الملف الليبي، فتتواصل لليوم الرابع على التوالي اجتماعات ملتقى الحوار الليبي والذي يعقد في جنيف برعاية أممية، حيث يتلقى الحوار السياسي طلبات تشكيل القوائم المقررة التصويت عليها والتي ستدخل للتنافس على منصب رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي وعددهم 3، وذلك بعد الانتهاء من جلسات الاستماع لبرامج كل المرشحين. حددت البعثة الأممية الخميس كآخر موعد لتسليم القوائم في الساعة 10 ليلا بتوقيت جنيف، وأفادت مصادر العربية أن المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا يسارعون لمحاولة عقد تحالفات وصفقات سياسية يتم بموجبها تشكيل قوائم مشتركة قوية قادرة على الفوز. كان الأربعاء يوما طويلا على المشاركين في ملتقى جنيف. واصل أقطاب الحوار السياسي الليبي الاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء الذين طرحت عليهم أسئلة محرجة أحيانا تمحورت حول كيفية مواجهتهم لجائحة كورونا وللفساد، وحول حقوق الإنسان ودور الشباب والمرأة وتوحيد المؤسسات الأمنية والمصالحة وعودة النازحين وتوزيع الثروات النفطية وتحسين خدمات الصحة والكهرباء والتعليم والمواصلات والاتصالات. مشاركون انتقدوا عدم أعطائهم وقتا لدراسة آلية التصويت. آلية لم تكن دقيقة، أعتبرها وجهة نظري غير واقعية، عبرت عن ذلك منذ صدورها، لم تعطي البعثة وقت كافي لدراستها، وهي الآن ربما جميعا ندفع في ثمن هذه الآلية المعقدة والصعبة. الخميس سيكون يوما للتشاور بهدف إعداد قوائم متنافسة ستسلم ليلة الخميس ليبدأ الجمعة التصويت النهائي لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة 3 ورئيس الوزراء. استمعنا لعروض كثيرة، بعد أن انتهت العروض الآن ونتيجة طبعا أو ما ترتب على نتيجة التصويت فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي أصبح محتما الدخول في قوائم، فالآن بدأت ممكن التحديات هي كيفية تشكيل القوائم. مشاركون في الاجتماعات انتقدوا آلية التصويت التي ستأتي كما قالوا بقوائم تضم تحالفات لا تعكس حقيقة الوضع على الأرض، من بينها مثلا احتمال أن ينضم أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق إلى قائمة تضم أيضا عقيل صالح رئيس مجلس النواب المتحالف مع خليفة حفتر. تقول الأمم المتحدة إن اجتماعات جنيف لا يجب أن تكون بين مسؤولين هدفهم تقاسم السلطة، بل بين مواطنين هدفهم تقاسم المسؤولية في خدمة الشعب الليبي. إذا نجحت الاجتماعات فسيكون هناك مجلس رئاسي ورئيس وزراء منتخبان يقودان المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات تنتج مؤسسات ديمقراطية. حسين قنايبر، العربية، جنيف.
معنا الآن مشاهدينا من القاهرة الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر. أهلا بك أستاذ محمد معنا. أستاذ محمد، هل شارفت عملية تشكيل الائتلافات أو تشكيل القوائم وتقديمها، هل قاربت بالفعل على الانتهاء؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. تحالفات وكيف تكون في إطار القوائم، كانت بدأت المشاورات بها بعد إعلان نتائج التصويت على المرشحين في المجمعات الانتخابية للمجلس الرئاسي بعد أن لم يتم الحصول على 70%. نعم، هناك ملامح ظاهرة الآن، وهي بطبيعة الحال بناء على النتيجة التي تم الوصول إليها بالتصويت الأكثر صوتا سيتحالفون مع بعضهم برئيس ونائب إبيه للمجلس الرئاسي. هل لديك معلومات يعني عن هذه التحالفات بشكل تفصيلي أكثر؟ هو الآن الدلالات تشير إلى أن عقيل صالح الذي تحصل على أكثر صوت عن المجمع الانتخابي برقة، وهو الأكثر بالمقارنة بباقي المجمعات، سيتجه تحالفا مع خالد المشري، ولا أعتقد أحمد معتي كما أورد التقرير هو الأكثر صوتا في الغرب، مع الأكثر صوتا في الجنوب للمجلس الرئاسي عبد المجيد سيف النصر باتجاه باش آغا على الأرجح كرئيس للحكومة. وهؤلاء جميعا تحصلوا على أكثر أصوات، وستكون حظوظهم بالتالي أكثر في التصويت العام. ولكن بشكل دقيق يجب أن نركز فعلا أن ذلك أنتج تحالفات الأضداد والأشتات الذين كانوا يتصارعون ويتجادلون ويتخاصمون سياسيا وميدانيا. هذه الآلية قد خلقت موامة لم تكن متوقعة في الخارطة الليبية. ولكن أيضا يجب أن نعلم بأنه حتما ولا مجال للاحتمال هنا بأن التصويت ب60% على القوائم سوف لن ينجح على الإطلاق. لماذا؟ لأن القوائم التي تتشكل الآن تجب أن تكون 11 قائمة، كل قائمة بها 4 أشخاص، 44 من أصل 45 مرشحا. وهؤلاء عندما يذهبون للمرحلة الأخرى يجب الحصول كل قائمة على 17 تزكية، 8 تزكيات من إقليم الغرب و6 من إقليم الشرق و3 من إقليم الجنوب، وبالتالي 11 قائمة ستتقلص فقط إلى 4 قوائم، لن تتحصل على 60%. لماذا؟ طيب. لأن بالطبيعة 17 الذين قاموا بالتزكية سيصوتون بحد الأدنى 17 صوتا، وبالتالي أعلى الاحتمالات لأكبر قائمة هي 24 صوتا، لا تصل 60%، وهي 45 صوتا، وبالتالي الذهاب إلى 50+1 أصبح حتمي. طيب أستاذ محمد، من المفروض بأنه يوم غد سيتم اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء من هذه القوائم وهذه التحالفات، هل هذا الأمر واقعي؟ هل هناك فرصة للتوصل لذلك؟ وإذا لم يتم، هل هناك مرحلة تالية في آلية العمل بعد ذلك؟ لا، هو الحقيقة هنا واحدة من المشاكل والقصور التي حلها حتى النواب المشاركون والأعضاء في هذه الألية، لم يتم وضع الاحتمالية. ما إذا فشلت كل الاحتمالات والخيارات؟ إنتاج رئيس للحكومة سيكون الآن ضمن قائمة وليس فردا. نجاح إحدى القوائم لن يكون ب60%، سنذهب إلى 50+1. 50+1 نفسها ستنهار ولن تنجح إذا ما قام بعض الأطراف المصوتون بعدم الأدلاء بأصواتهم، لأنهم يؤدون القائمتين اللتين تم استبعادهما، وبالتالي وجود ورقة احتمالية، وجود ورقات بيضاء في الصناديق. الأمم المتحدة لم تضع هذه الفرضية إذا فشلت 50+1، وإلى حد الآن تتعرض العملية بأسرها إلى الغموض إلى لم ينجح ذلك يوم الغد. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي محمد الأسمر، كان معنا من القاهرة. هذا سياسيا مشاهدينا، أما عسكريا وعلى الأرض، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم 5+5 والتي تضم قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وأنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار من جهة ثانية.
معنا الآن مشاهدينا من سرت محمد مسعود مراسل العربية. أهلا بك محمد معنا. محمد، متى من المفترض أن تعقد أو تعقد هذه اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعها، وما هي الأجواء أيضا وماذا يقال؟ نعم، من المفترض أن ينطلق هذا الاجتماع الثالث للجنة العسكرية والثاني على التوالي داخل مدينة سرت هنا بعد الاجتماع الأول عصر هذا اليوم. وصل الوفد الممثل لقيادة الجيش إلى مدينة سرت في مساء الأمس، ومن المنتظر أن يصل في أي ساعة من الساعات القادمة الوفد الممثل لحكومة الوفاق في هذه المحادثات العسكرية عبر إحدى المطارات أو أحد المطارات القريبة من هنا من مدينة سرت في وسط البلاد، وبعدها ينطلق الاجتماع في عصر هذا اليوم أي الساعة 4 بالتوقيت المحلي، 2 بتوقيت غرينتش. وأيضا أهم البنود المطروحة هما بندان بالتحديد أو نقطتين بالتحديد، وهي أو جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. وأيضا نتحدث عن نقطة هامة لم تتفق عليها اللجنة بعد أو لم يتم إحداث أي تطور ملحوظ فيها أو أي تطبيق فعلي على الأرض، وهي فتح الطريق الساحلي. هاتين النقطتين هما سوف يكون أو سوف تكونان محور النقاش طيلة 3 أيام من انعقاد هذه المحادثات العسكرية. السمة الأبرز في هذه الاجتماعات بحسب تواصلنا مع رئيسي الوفدين سوف تكون بحث مدى التطبيق الفعلي، الخروج من الحديث عن نقاط عريضة أو عناوين عريضة إلى الجوانب الفنية التطبيقية، سواء فيما يتعلق بفتح الطريق الساحلي أو حتى بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة أو حتى مسألة المراقبين الدوليين وانتشار مراقبين دوليين غير حاملين للأسلحة في سواء يعني ما بعد مدينة سرت أو حتى بالقرب من مدينة الجفرة أو ما يعرف بالمثلث الذي سوف يتم نشر مراقبين دوليين فيه بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، ومدى إمكانية إرسالهم في أسرع وقت ممكن للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل العربية محمد مسعود كان معنا من سرت. الآن مشاهدينا ننتقل إلى تونس، فقد أعلن الاتحاد العام للشغل أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام محاولات تدمير مبادرته للحل في البلاد. وأقال الاتحاد في اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن بعض الأطراف تستغل الوضع الحالي لتعميق الأزمة وإن البلاد وصلت إلى حافة الكارثة. من جانبه أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يكون في خدمة من وصفهم بالساعين لإطاحة الدولة، معلنا أنه ليس مستعدا للحوار مع من نهب التونسيين على مدى عقود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذكركم بالخبر العاجل الذي تابعناه منذ بداية النشرة والخاص بمقتل المعارض اللبناني لحزب الله لقمان سليم. عثر إذن الأمن اللبناني على جثته داخل سيارته في النبطية جنوب البلاد، وكان الناشط والمعارض اللبناني سليم أو لقمان سليم وضع نفسه وعائلته في حماية القوى الأمنية والجيش اللبناني بعد تلقيه تهديدات مباشرة له ولعائلته، حيث أصدر لقمان سليم في 13 من كانون الأول من عام 2019 بيانا حمل فيه قوى الأمن الواقع المتمثلة بشخص الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤولية التامة عن حياته وحياة عائلته. ووصف لقمان في بيانه عناصر حزب الله الذين قاموا بتهديده بخفافيش الظلام، حيث تعرضوا له ولحرمة عائلته في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما تحدث لقمان في بيانه هذا عن حملة تخوين والشتيمة التي تعرض لها ثم قيامها بإلصاق شعارات التخوين والتهديد على سور حديقة الدار أو داره خلال أحد التجمعات التي كان يشارك فيها.
الآن مشاهدينا إلى ملف كورونا والإجراءات الاحترازية. السعودية علقت كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام، وذلك في إطار جهودها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. قررت السعودية تعليق كافة المناسبات والحفلات وذلك لمدة 30 يوما اعتبارا من 10 مساء يوم الخميس. وبحسب بيان صادر عن الداخلية السعودية، فإن الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها في إطار جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا، مؤكدة أنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة. وزارة الداخلية دعت الجميع لاستشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية. السلطات في الكويت أيضا اتخذت إجراءات مشابهة، فقد قررت منع دخول غير المواطنين إلى البلاد بداية من الأحد المقبل كأحدث الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة في الكويت إن حركة السفر تسببت بإدخال سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى البلاد. كما أعلنت السلطات إغلاق الأنشطة التجارية من 8 مساء حتى 5 صباحا عدا الصيدليات والتموينيات، كما أعلنت عن إلغائها للاحتفالات والتجمعات للحد من تفشي الفيروس. اعتبر كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتي اعتبر أن بريطانيا تجاوزت ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أن ويتي حذر في الوقت نفسه من أن الفيروس قد يستمر في الارتفاع مرة أخرى إذا تم رفع القيود، مؤكدا أن الخطر سيبقى لسنوات قادمة رغم حملات التطعيم. من جهته أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بتطعيم نحو 10 ملايين شخص باعتباره معلما هاما في المعركة ضد كورونا، مما يمنح المملكة المتحدة أحد أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم. رئيس الوزراء بوريس جونسون حذر من جهته من أنه على الرغم من وجود بوادر أمل، إلا أن مستويات الإصابة ما زالت مرتفعة بشكل ينذر بالخطر.